زر الحبيب تطيب هناك يهنى الغريب فعند طه أمان والأنس شيء عجيب. رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حاله صلى الله عليه وسلم مع جلسائه. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم، وكان يباسطهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان مع ذلك يبين لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي ليخاطبنا، أي يلاطفنا ويمازحنا، حتى يقول لأخ لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي الطير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وغرد العندليب أيها الزائر الذي وفى سلاما، عدت من طيبة التي ضمت كراماً.